شال الشعر اي شعر بيستعرنا احنا 10,000 لا 11 دينار الخط الذهبي اي وسعرنا الخط العادي 8,000 زين هذا التسعيره كان تمام على ضوء شنو سعرنا على ضوء ان وزاره الكهرباء جهزتنا وابو الغاز قال لك اي 12 ساعه 12 ساعه جيد 12 اطفاء 12 ازمه والكتب مالتهم تقول لا نجهزكم تجهيز 15 ساعه شهر العاشر 15 ساعه هاي كتب تجهيز مالتهم كتابه من وزاره الكهرباء تمام هنا احنا ايش قلنا على تسعيرتهم 12 2 2 لا نلزم اصحاب المولدات يكون هناك مشينا على 12 ب 12 الكهرباء اخفقت في كلامها وفي اتجاه لجنه النفط والغاز في تسعيره ليش طيب نحكي بماضي 11 وحدات اداريه من ضمن على ضمن على 43 وحدات اداريه من ضمن 43 ناحيه وحدات اداريه 43 11 لقينا بها اطفاء مخيف صحيح مخيف صحيح البحر وين كنت اي البحر سبع البور سبع البور لقيتهم بيش بيعونهم 15,000 الامبير بسبع البور اي ب 15 قلت ليش سبع قال انت مجهزني غاز قليل ما يكفي ساعات التشغيل ليش شغل قلت له ليش رحت قبل محطه الكهرباء لقيته اربع ساعات بساعه يعطي ساعه واحده زين زين تقول لي شلون احاسبه هذا انا رئيس لجنه الغاز شلون احاسبه اقول ليش تاخذ 15 وانا ساعه 11